اولا هي لقطه مهمه جدا لكل جماهير الاهلي والترجي في الوطن العربي الكبير. كابتن سعد الحفيظ مدير الكوره والكابتن رياض بنور مدير الكوره بالترجي التونسي عقب نهايه الاجتماع الفني وقبل المباراه ب 24 ساعه. كابتن سيد، اولا برحب بيك على شاشه قناه الاهلي وبرحب بكابتن رياض بنور، واكيد هترحب بيه في البدايه بالنسبه لكل جماهير الاهلي والترجي في الوطن العربي. طبعا بغض النظر عن اهميه اللقاء طبعا وقوتها في نفس الوقت على المستوى الافريقي مش على مستوى الوطن العربي بس، انا بتكلم على افريقيا بشكل عام. يعني طبعا مباراه بتستناها كل الجماهير بمختلف ميولها يعني، لكن يبقى علاقتنا بالترجي احنا متمسكين جدا انها تكون لابعد مدى من العلاقات المتواصله. المنافسه في الملعب دي حاجه تانية خالص يعني، لكن يعني رياض انا بشوفه اكتر من عيالي دلوقتي كل سنه. فان شاء الرحمن باذن الله يعني تخرج المباراه بما تليق بسمعه الناديين واسم الناديين باذن الله تعالى. بنور تعليق حضرتك، وبالتاكيد الترجي التونسي موجود في مصر وفي مع النادي الاهلي، لقاء اشقاء واخوه، وبالتاكيد حدث مهم جدا زي كل سنه في بطولات افريقيا. العلاقه طيبه اكثر معناها من 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 اللي تشوف فيه الناس، لانه علاقه بين النادي الاهلي والترجي فاتت الادارات، فهي علاقه حتى بين الجماهير، معناها علاقه كبيره بين الجماهير. هم يستقبلوا بعضهم في منازل بعضهم لما يكون الاخوات التوانسه يجيوا يسكنوا هنا بحضر الاحباء تاع الاهلي، خاصه الالتراس، وفي تونس نفس الشيء. هذه مناسبة باش نشكر نادي الاهلي اللي كالعادة معناها يطبق المعادلة نتاع جماهير التونسية تدخل المباراة بالباسبورت من غير تذاكر، وهذا هذا بنفسه اللي باش يكون كيما السنة الفارطة في ملعب رادز، كل اخوان جماهير الاهلي يدخل ملعب رادز بالباسبورت. هذه علاقة ما ممكن تلقاها الا كان ما بين نوادي الاهلي والترجي، لأنه العلاقة الحقيقة فاتت النتائج الرياضية. فاحنا نشوفوا حتى الاحباء يهنيوا بعضهم بالتتويجات المحليه، اما كي الاهلي يفوز بالبطوله او الترجي كيف كيف بطوله تونس. علاقه مع الاخ، انا نقول الاخ والصديق، معناها الحقيقه علاقه مع السيد كبيره ياسر، وماهوش معناها اليوم مجال معناها مباراه عاديه، في نقول عاديه يعني ما هي فيهاش انسحاب مباشر، فهي مباراه مجموعات. المتوقع انه الاهلي والترجي معناها يمروا المجموعه هذه مع احترام كل المنافسين، لعل الترجي والاهلي يتقابلوا في ادوار متقدمه ما تعرفش على الكوره. كابتن سيد قال لك بشوفك اكتر من اولادي، يعني ده بالتاكيد ده حاجه ان دلت على شيء بتدل على مدى العلاقه، وحضرتك قلت كمان اخ يعني ليك الكابتن سيد، والعلاقات المتميزه بين الناديين وايضا على المستوى الرسمي كمان بالنسبه لكلا المديرين الكوره في الاهلي وفي الترجي التونسي. والله متواصلين، احنا في تواصل تام، معناها نتشاور نتحدث في كل المواضيع بصفه عامه. ما نقولش اذا كان مش اكبر اثنين فرق في افريقيا الترجي والاهلي، فهم من اكبر الفرق الموجودين في افريقيا. وانت تعرف معناها الشارع ما احنا نقولوا يعني النكهه نتاع ربيط الابطال، من غير الاهلي او من غير الترجي ماهيش نفس النكهه. فنتمناو الفرق الاثنين يقدموا في المنافسه القدام، وبالتوفيق للناس الكل. كابتن سيد تعليقك، وبالتاكيد هي مباراه مهمه جدا، لكن كثره الاحداث والمباريات بين الاهلي والترجي في الفترات الاخيره ممكن يجعل منها مباراه اقل عصبيه او اقل في التنشنه، اللي خلاص الفريقين اتعودوا على بعض بواجهوا بعض كتير، ولا دايما المباريات دي بتبقى فيها حماس ونديه بين الجماهير الفريقين والفريقين تحديدا؟ لا بص، يمكن جماهير افريقيا كلها بتستنى المباراه دي تحديدا، يمكن كانت في السنين اللي فاتت في ادوار مختلفه يعني، لكن اعتقد ان هي مباراه بينتظرها ناس كتير جدا جدا. طبعا دي مختلفه شويه، يمكن في دور المجموعات حساباته بتبقى غير عن حسابات الذهاب والاياب، لكن ايا كان الوضع احنا يمكن من الناس اللي هي بتقدر جدا 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 التقدير الخارجي. يعني المنافسه موجوده في العالم العربي، في العالم الاوروبي تحديدا، يعني بتلاقي المنافسه في داخل الملعب شرسه جدا وعنيفه جدا، لكن بمجرد ما بينتهي اللقاء بيبقى في تواصل ما بين الادارتين او على مستوى اللاعبين، وهو ده العقليه الاوروبيه والعقليه الاحترافيه اللي لازم تسود يعني. يعني من حقك ان انت تحضر وتشتغل وتعمل لفرقتك بشكل كويس قوي، لكن يبقى الاحترام والتقدير للخصم. برحب بهم مره ثانيه، وانا متاكد بحسن العلاقه والمعامله هناك ان شاء الرحمن، ويبقى المنافسه الداخليه سيبها لوقتها يعني. سؤال اخير كابتن سيد، الاجتماع الفني او الاجتماع التنظيمي الخاص بالمباراه مر بدون اي طلبات او الامور كان الحمد لله مشت بشكل جيد جدا؟ بيتهم يعني حتى على المستوى الاتصالات قبل ما بيجوا بننسق، مش شرط بيبقى فيه جوابات رسميه يعني، من زمان يعني من فتره طويله جدا يعني، اللي هم عايزينه بيلاقوه
واحنا كمان لما بنحتاج حاجه هناك ما بيتاخروش عننا خالص يعني. زي ما قلت لك يعني العلاقه هي اللي هتدوم يعني. مين ياخد البطوله، مين يستمر، مين يكمل، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده وكفاءه اللاعبين. لكن خلينا ننتظر بقى ونستمتع باللقاء باذن الله يعني. رياض، اخر سؤال برضه في حضور الكابتن سيد. فريق الترجي جاي كامل الصفوف، عندكم مفاجآت، عاد سامح الدربالي، القوه الضربه القديمه لفريق الترجي اصبحت متواجده في هذه البطوله، وايضا يوسف البلايلي احد اللاعبين المتميزين في خط الوسط. مباراه اعتقد هتبقى مباراه كبيره بين فريقين بيضموا عدد كبير من لاعبي منتخب مصر والمنتخب التونسي. الحقيقه مفاجاه ما فيش، لانه الاهلي والترجي ما بينتهمش اسرار، احنا نعرف كل شيء على الاهلي وسيد يعرف كل شيء على الترجي. معناها ما فماش، ما تخيلش فما اسرار، ولكن حقيقه الميدان والفورمه نتاع المباراه يوم والاستعداد يوم المباراه هذا كموضوع كما قلت ما نجموش نتكهنوا به. ولكن الترجي هذه التونسي معروف تشكيل، معناها تشكيله معروف، الفريق معروف، اللاعبين المتوفرين جينا كاملين، مع فما بعض اللاعبين اللي تعرضوا الإصابات في المدة الأخيرة، ولكن هم موجودين على ذمة الإطار الفني، وإن شاء الله معناها آخر حصة تدريبية هي اللي باش تحدد معناها الـ11 اللي باش يلعبوا.